لقد نشأت ناشئة ونبتت نابتة حاولت القفز على الحواجز، فعزتهم الأرداف وخانتهم النواقض. وقالت هذه الفئة الفتية: نأخذ بالكتاب والسنة دون الفقه الذي ينظر إلى المقاصد كما دونها الشاطبي، ولا مقتضيات الألفاظ كما هي عند الخليل وسيبويه ودونها الشافعي. فضللوا الناس وظنوا بالفقهاء والأئمة ظن السوء، فعميت عليهم الأنباء وأخلفتهم الأنواء، فعابوا خلافا لم يبلغوا مداه، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. كأنهم استصعبوا الفقه فتجنبوه وتجنوا عليه، واستعجمت عليهم اللغة فتجهموها، وسام العلم من لم يميز المنطوق من الفحوى ولم يتبين الأبيض من الأحمر.